أهلا بكم في تكملة كورس النيفيس وورك. النهاردة هنتكلم في المحاضرة عن أكتر تفصيلا عن الكلاش ماتريكس. تمام، كنا خدنا فكرة عن الكلاش ماتريكس، فدلوقتي هنفتح كلاش ماتريكس سامبل منها ونشوفها مع بعض. طيب، الكلاش ماتريكس التفصيلية طبعا بتبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. عندنا هنا الأقسام الرئيسية Architecture, Structure, HVAC, Plumbing ودرينج وفاير فايتنج. تمام كده، يعني ممكن نفتح كده الحاجات ديت، هنا فاير فايتنج وهنا درينج، والبلامنج ده اللي هو بيبقى الووتر سبلاي. تمام كده، وتعرف جوه كل تريد او جوه كل قسم ايه هي الاليمنتس اللي جواه. تمام كده، فاحنا بنتكلم مثلا في المعماري السيلينج، الكيرتن بانلز، الدورز، الفلورز وهكذا. بنتكلم في الانشائي، الفلورز، الفاونديشن، الوولز وهكذا، الاتش فاك، اير تيرمال وهكذا. تمام كده، البلامنج، بايب اكسسوري فيتنج، ميكانيكال اكويبمنت، بلامنج فيكتشرز، وهنا الدرينج برضو نفس القصه. تمام، فاحنا كده ايه بنتكلم في الاليمنتس كلها بتاعت على نعملها على الفيرتيكال. بنعمل كل الاليمنتس على الفيرتيكال كولوم، وهي هي نفس الاليمنتس بنكررها تاني في الهوريزونتال. تمام كده، يبقى هي دي كده الكلاش ماتريكس، برضو هنا الاقسام الرئيسيه وجواها الاليمنتس. طيب، عندنا بقى انواع الكلاشات. عندنا حاجه اسمها، كنا قلناها في الانترودكشن، هارد، وحاجه اسمها كليرنس، وحاجه اسمها نوت ابليكابل. تمام كده، يعني مثلا الكولومز مع السيلينج نوت ابليكابل، لانك انت هتلاقي السيلينج لافف حوالين الكولوم كده وممكن يطلع كلاش بس مش كلاش حقيقي. تمام كده، طيب تعالى كده في الاير تيرمينال مثلا. ماشي، الاير تيرمينال مثلا مع السيلينج نوت ابليكابل. ليه؟ لان الاير تيرمينال كده كده بتتحط على السيلينج، فما ينفعش اقول انها مكلشه. تمام، بس ما ينفعش الاير تيرمينال تخبط في الباب، ما ينفعش الاير تيرمينال تخبط في الكيرتن وول، فده هارد كلاش. ما ينفعش الاير تيرمينال تبقى على الفلور، فده كده نوت ابليكابل. ما ينفعش الاير تيرمينال مثلا، لو الاير تيرمينال مثلا في اكويبمنت تبقى طبعا غلط. طيب، فده كده بالنسبه لمعنى. طيب الكليرنس بقى، لو الميكانيكال اكويبمنت مثلا مع السيلينج في كليرنس، يعني ايه؟ يعني الميكانيكال اكويبمنت ما ينفعش تبقى قريبه من السيلينج اقل من 5 سم. تمام، ده كده معناها انها ما ينفعش الميكانيكال اكويبمنت تبقى قريبه من السيلينج. تمام، فالميكانيكال اكويبمنت مش مكلشه في السيلينج، مفيش كلاش هارد كلاش، بس ما ينفعش تبقى قريبه باقل من 5 سم. تمام، فعشان كده بنعملها كليرنس. تمام كده، فده كده سامبل من الكلاش ماتريكس. طبعا هنا الكهرباء، ادي اقسام الكهرباء كلها، وتعمل برضو مع كل حاجه. اقسام الكهرباء بقى زي ما احنا شايفين كده هتلاقي اغلبها نوت ابليكابل، لان اغلبها فيكتشرز على السيلينج. تمام، هو بس الكيبل تريز اللي هتلاقي دايما بيبقى كليرنس وهارد، علشان الكيبل تريز اليمنت برضو ما ينفعش تكلش في حاجه. تمام كده، فدي كده الكلاش ماتريكس اللي احنا بنعمل لها فولو في طريقه الكلاش اللي على النيفيس وورك. تمام، فنركز فيها كده. عندنا حاجه اسمها هارد، هارد كلاش، ويرز تو كومبوننت ار ان كونفليكت ويز ايتش اذر، سي كليرنس ريكوايرد، مينيمم مليمتر انديكيتد. تمام كده، نوت ابليكابل. تمام كده، وفي الستار ديت اللي هي ايه، ستاتيك كليرنس از ريكوايرد اون توب اند اون اني سايد اوف كومبوننت. تمام كده، يبقى دي كده سامبل من الكلاش ماتريكس. تمام، شكرا لحضراتكم.